السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديدة على قناتي قناة شرجين. إذن اليوم هذا الفيديو الثاني ديال حلويات العيد. غادي ندير معكم واحد الصابلي شكل آخر، وهذا عاوتاني تيجي روعة، شي حاجة اللي زعما طوب صراحة. أجربوه وغادي تحكموا براسكم. بالنسبة للمقادير البنات، عندي هنايا تقريبا 400 غرام ديال الدقيق اللي حمرته، دقيق محمر، ما تحمروش بزاف، يولي لكم غير هذا اللون هذا باش شي شويه صافي بارك عليه. حمرت معاه جوج معالق كبار ديال النيدو، حليب مجفف. عندي هنايا جوج بيضات، بيضه كامله وصفر بيضه. عندي كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام ديال السنيده. عندي هنايا كاس ديال الكوك ما يعادل 35 غرام، لان الكوك راكم عارفين ما كيوزنش، فتما عندي 35 غرام. نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. عندي 150 غرام ديال الزبده من نوع الجيد يعني الحيوانيه ديال العبار، فيها واحد القبيصه ديال الملحه. وهنا غنحتاج الناطه. بالنسبه اللي ما عندوش الناطه البنات، راه هي متوفره، راه موجوده عند مالين داكشي اللي كيبيعوا داكشي الحلويات، راه متوفره يعني كثيره بزاف ومعروفه. اللي ما عندوش ناطه يعوضها بالفلان ديال الفاني. فلان فاني راه حتى هو عنده تقريبا نفس الكو ديالها، وتا هو كيجي رائع في الحلوه، كيجي غزال صافي. وغادي ندوزو دابا بالنسبه لاكناش باش غادي نعمروا الصابلي ديالنا. الكناش غزاله، فيها 150 غرام ديال الشوكولاته الابيض. عندي هنايا 50 غرام ديال الحليب، اي 50 مليلتر تقريبا، اللي هي هنايا عندي واحد ربع كاس ديال العنبه. هنا عندي 50 غرام ديال الزبده، وعندي واحد جوج معالق ديال الكوك، جوج معالق كبار معمرين عاديين. غندوزو للطريقه ديال التحضير البنات. هلا بالنسبه لاول حاجه غادي نبداو بها وهي الزبده. غادي نخدموها هي والسكر. غادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف بالضبط، يعني باش حتى اللي ما يعني ما فلتت له شي حاجه في الفيديو او لا ما فهمش شي حاجه مزيان في الفيديو، راه غنخلي لكم مقادير بالضبط في صندوق الوصف. اذا كنخدموا داك الزبده ديالنا اون بوماد، كتبقاو كتخدموا فيها حتى كتولي على شكل كريمه. هذه دائما هي الخدمه ديال الصابلي ضروري. صافي غنبقى نخدم فيها حتى تولي بوماد وغنرجع. بالنسبه للناطه البنات، غندير نص معلقه صغيره عافيه بركه صافي. ملي كنخدموا داك الزبده والسكر، دابا غادي نضيف البيض ديالي. البيض البنات ضروري خصو يكون بحراره الغرفه، ضروري اي حاجه غتخدموا بها الحلوه دائما خصها تكون بحراره المطبخ. غادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى كتندمج لي داك الزبده مع البيض. صافي ها هو البيض ندمج ليه مع الزبده. دابا غادي نضيفوا داك الزيت، غنديروا غير نصف الكميه في هاد الاول ونصف الكميه حتى التالي. اذا هانتوما هاد الشكل، وغنضيفو هذاك الكوك ديالنا هكا. صافي ودابا غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. دائما الكميه ديال الدقيق كنضيفوها تدريجيا. هانتوما الطريقه ديال الخدمه كما وريتكم في الفيديو الاول، برؤوس الاصابع دائما بحال هكا، ما تخدموش لا بوم ديال النهار. صافي دابا جمعت العجينه ديالي. داك بالنسبه للدقيق ما درتوش كامل، بقى لي تقريبا هنايا واحد 15 غرام هي اللي بقات. اذا المجموع اللي درنا ديال الدقيق، غادي نخليكم كلشي في صندوق الوصف يعني بالديتاي بالضبط غديروه تما. هنايا بالنسبه للزيت، داك النص الاخر اللي بقى لي ديال الكاس، غنضيفو دابا على هاد الكميه هادي ديال العجينه اللي درنا، وغادي نجمعوها. الدور ديال هاد الزيت في الاخر هو اللي كيعطي واحد القرمشه زوينه للصابلي ديالنا، وكيجي خفيف، كيجي بحال اللي شريتو شي بسكويت ديال الزنقه ولا هذا، هكا كيجي غزال، كيجي مقرمش بزاف. اذا انا غنجمع هاد العجينه وغادي نديرها في الثلاجه بحال كيما وريتكم في الفيديو الاخر. الصابلي دائما كيخصو يرتاح تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه مينيموم في الثلاجه. اللي مزروب يديروه في الفريغو، وديروها على شكل مربع في البلاستيك الغذائي باش تسهل عليكم العمليه.
البنات غنديروا واحد نصف بكية ديال الخميرة، يعني 4 غرام، نص خنيشة صافي، وغندخلوها في العجينة ديالنا. شتو البنات العجينة كيفاش خصها تكون؟ خصها تجي هكا مرملة عاد، باش حنايا من بعد كنجمعوها. كنت غنقول لكم في الفيديو اللي قبل ونسيت ما قلتهاش، وانما العجينة الصابلي باش تجيكم زوينة دائما خصها تجي مرملة عاد، جمعوها نتوما بيديكم. اذا هانتوما البنات صافي، انا هذه هي العجينه ديالي خرجتها. دابا خديت غير واحد المورصو من ديك العجينه ديالي، والاخرى رديتها للثلاجه. هانتوما غنبدا نطلقها. وواحد المعلومه البنات الله يخليكم، اللي جاتها العجينه يعني جاتها مرمله بزاف، شافت انها دارت طحين كثير اولا يعني ما عرفاتش تخدمها وهي مرمله، حيت ضروري خصها تجي شويه مرمله باش كتجي زوينه. هي اللي كتعطينا داك القرمشه في الصابلي ديالنا وكيجي هشيش. اذا اللي غلبت عليها في الخدمه بحال هكا، غتشد العجينه وتزيد على واحد جوج معالق ديال الحليب، حليب بارد ما يكونش سخون، اولا جوج ديال المعالق ديال الماء بارد، وتجمع العجينه ديالها بحال كما كنديروا في العجينه ديال الكيش. صافي ديك الساعه راه العجينه ديالها غادي تكون مزيانه وغتعطيها الطو وغادي تخدم بها كما بغات. صافي هانتوما غادي نطلق هاد العجينه بهذا الشكل هذا، حاولوا انكم ما ترققوهاش. هانتوما البنات هذه هي العجينه ديالي، صافي انا طلقتها كما قلت لكم ما ترققوهاش بزاف، بالاخص الا كنتو غادي ديروا وحده على وحده ما ترققوهاش. انا دابا غادي نوريكم واحد المرشم اللي غادي ندير. هانتوما شوفوا انا خديت هذا، خديت هذا الشكل هذا. المهم انا حاولت انني ندير معكم يعني شكيلات موجوده، وانتم ديك الساعه والقطعه اللي عندكم انتم هذا باش كتقطعوا يعني ماشي مشكل، غير المهم هذا كيبقى اختيار وصافي. انتم الا كنتو غديروا وحده فوق وحده ما ترققوش العجينه، خليوها ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه عاوتاني بزاف. المهم القياس صافي، انا غنستمر بحال هكا حتى نقطع الصابلي ديالي كامل. هانتوما ملي تبغوا تهزوا دائما هزوا بالموس بهذا الشكل هذا باش ما تعوج لكمش العجينه ديالكم، وحطوا في اللاطه. وكما قلت لكم ضروري خص العجينه تبقى على الاقل واحد الساعتين في الثلاجه، هذا لو مينيموم، اولا ديرها واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه في الفريغو باش كتشد راسها وما تعذبكمش فاش تكونوا كتهزوا العجينه ديالكم. هانتوما بحال هكا بهذا الشكل هذا، غير بشويه هانتوما شفتوا. اذا هانتوما البنات صافي، ها هما لي صابلي ديالي خرجتهم من الفرن، هما واجدين. هانتوما شوفوا خصهم يجيو في هذا اللون هذا، ما تحمروهمش بزاف، خصهم يجيو غير دوغي شفتوا. هادو يعني ما يبانوش لكم فهاد اللون اذا راني محمرين بزاف، لا حيت هذا استعملنا فيه داك الطحين محمر هو اللي عطانا هاد لاكولور هادي. اذا هانتوما غادي ناخذ دابا الصابلي، هادي لا غاناش اللي قلت لكم صاوبوا وديروها في الثلاجه بحال هكا، عرفتي كتجي لذيذه بزاف البنات، جربوها كتجي فريمون غزاله. صافي هادي يمكن لكم تعمروا بها اي جونغ دو بيسكوي، اي جونغ دو يعني حلوه، يمكن لكم حتى بالنسبه للبنات اللي كيديروا لي ماكارون في الدار يمكن لهم يعمروها بهادي. المهم كتجي غزاله البنات. هانتوما هانتوما بهذا الشكل هذا صافي. هانتوما انا غادي نكملهم بنفس الطريقه حتى نبغي نديرهم في الشوكولا غنرشحها عاوتاني. هانتوما شوفوا معايا البنات علاش انا قلت لكم خاص الصابلي ديالكم العجينه خاصها تبقى مرمله شويه، شوفوا كي كيجي من الداخل شفتوا كيجي بحال هكا، كيجي مقرمش كيجي مهم غزال بزاف. هانتوما شوفوا ضروري خاص الصابلي ديالكم يجيكم بحال هكا من الداخل باش يجيكم مقرمش. هانتوما كيجي فريمون غزال صدقوني، جربوه وما غاديش تندموا عليه. وبالنسبه لكيما قلت لكم اللي جاتها العجينه مرمله بزاف يعني وغلبت عليها ما قدراتش انها تخدمها، حيت ضروري صراحه خاصها تجي مرمله شويه. اللي غلبت عليها بحال هكاك كيما قلت لكم في الاول، زيدوا فيها واحد جوج معالق ديال الماء بارد او حليب بارد صافي، وجمعوا بريو صبعكم غير بحال هكا بحال كيما كنجمعوا العجينه ديال لي كيش، لان الا جمعتوها بالكف ديالكم ودلكتوها الصابلي ديالكم ما كينجحش معكم، ما كيجيش من الداخل هكاك مرمل، كيجي عجينه عاديه ما يعني ما كيجي زوين.
هانتوما البنات، هو هنايا عندي الماء مغلي يعني طايب، ودابا غادي ندير عليه داك الشكلاط باش نذوبو كيما وريتكم في الفيديو اللي قبل. بالنسبه لتذوب الشكلاط غير هكا، ما ديروش فوق العافيه، وحاولوا ما امكن انكم ما تكسكم حتى نقطه الماء ما تكس لكم هاد الشوكولا ديالكم، لان الا قاسوا الماء غادي يضيع كله. درت معاه واحد شويه ديال الزيت، واحد المعلقه صغيره ديال الزيت باش ما كيتحجرش. هانتوما صافي، دابا الشوكولا ديالي ها هو داب. غادي ناخذوا هاد الصابلي ديالنا ونديروا في الشوكولا بحال هكا بهذا الشكل بحال هكا. كناخذوا اون فورشيت كنحيدوا هاد ليكسي ديال الشكلاط بحال هكا صافي، وغادي نحطوا على الميكا. هانتوما غنعاود معكم استعماليه بحال هكا، وكنغطيو بالشوكولا. من الاحسن الشوكولا ما يكونش كاع دايب بزاف، حتى كيولي خفيف بلا قياس، حيت ما غايشدكمش على الصابلي ديالكم مزيان. اذا يكون شويه، هانتوما كما كتشوفوا كيفاش داير، شتي يكون شويه ثقيل صافي. انا غادي نستمر بهذه العمليه هذه حتى نكمل هذه لاكونتيتي كامله اللي عندي، وغادي نرجع معكم. اذا البنات هذا هو الصابلي ديالي صافي، انا كملته، درت له هذه الطريقه ديال التزيين عادي يعني كلاسيكي اللي اي واحد غادي يقدر يديرو. هذا هذا النص هذا درته في الشوكولا البيضاء، ودرتها بخطوط من الشوكولا نوار من الفوق. بالنسبه لاخر غطستو في الشوكولا يعني نوار، ودرت له في هذه القنيتات هذو شويه ديال اللوز، ويعني وتزين نتوما كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد شنو يبغي يدير. انا المهم درت معكم شي حاجه اللي غتقدروا كامل انكم ديروها، ما بغيتش ندير لكم شي حاجه خارقه للعاده، لان خصوصا مع هذا الوقت اللي حنا فيه يعني هاد الظروف اللي حنا فيها ما كتسمحناش اننا اي حاجه بغيناها طاحت لنا في البال غنمشيو نجيبوها. فلذلك انا درت لكم شي حاجه اللي في المتناول اي واحد يقدر يديرها. الاهم انه لذيذ 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 بزاف، داك المذاق ديال الدقيق محمر مع نيدو كيعطيو مذاق رائع جدا جدا. البنات صراحه خصكم تجربوه، لانه فعلا كيستحق تجربه، ماشي حيت انا صوبته وانما فعلا كيستحق تجربه. اذا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلوبكم، يكون نال الاعجاب ديالكم. واللي غادي يشوف لا فيديو اول مره كنتمنى انه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. وما تنسوش انكم تدعمونا باللايكات ديالكم وبالتعاليق باش تشجعوني المزيد من العطاء، باش نعطيكم حوايج اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. على امل اني نلقاكم في فيديو مقبله بصحه جيده، وعواشركم بروكا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.